مازال الاضافيين ومازال شايف حليمه ودروني علي درقاوي محجوبه فزت بالقرعه العدد المره السابعه وربي راه فضلني والحمد لله الحمد لله على هذا الشيء. والله ما نجم نعبر لك على والحمد لله. خير ربي هذه زردة طاحت عليا نعمه كبيره الله ينعم علينا كاع ان شاء الله بالخير الله يغيبنا. أم كلثوم إنساسي أم كلثوم المحرم قد إذا كان خرجت امرأة وإذا كان راهي فوق الآخر وأكرم الله سبحانه وتعالى بأن خرجت العائلة تاعي الحج وأنا موافق الحمد لله على كل حال. بنحول تهبية ودبوس جلول واللي ما شاء الله قال هذاك ربي ما كتب له شاء الله خالف هذا ست سنوات ولا حنا نسجلوا في عملية القرعة باش ننالوا الرضا ونحجوا هذا العام السابعة بتوفيق من الله ان شاء الله نحجوا مع الوالدة ان شاء الله لا كتب مولانا دالي يوسف بديعة سجلت 33 حجة قرعة وما جست والسنة جست والحمد لله راني فرحانة بزاف بزاف والله يجعل إن شاء الله القبول لكل المؤمنين وراني فرحانة عندي 73 سنة الله يا ربي ما الله يحمل منها تمومنا إن شاء الله وأن هذه الثامنة نمركي إن شاء الله والله هو ركع المخلوقات عندي 10 سنوات وأنا أسجل في هذه القرعة واليوم الحمد لله في 2020 ربي أكرمني بهذه الهدية وكنت مرافق لزوجتي اليوم وفقنا ربي أنا والزوجة خرجنا في القرعة تاع الحج والحمد لله يا ربي راني فرحان إن شاء الله يا ربي أنا والزوجة حنان المحرم فرحات محمد طه المحرم فرحات محمد طه بعد 10 سنين خرجت اليوم في القرعة وإن شاء الله يا ربي يجيبوا لي نتمنى لي مقبول إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي نوب علي إن شاء الله ربي يسهل لي ولي المؤمنين يا ربي إن شاء الله يا ربي اليوم رانا خرجنا في قرعة الحج إن شاء الله حج عام 2021 إن شاء الله حج مبرور ونتمنى لكل واحد إن شاء الله ربي يوصله إن شاء الله الأمنية هذه وني حجيت حجتي لا قدم هم يصير 7 عمرات نتاع المولد نتاع رمضان وحده تاع مولد عمي الاول والسنه هاني مسجله كان جات مرحبا بها كان راحت ربي هنه ان شاء الله تروح تجي لها بعد ما حجوش يا رب انا ودي حجيت في برك اللهم لك الحمد وكان جات راهي مقبوله فرحانه به سجلت 10 سنين بصح مفروقين عام وتو هاني كملت السنه هذه الحاجه تسمى ذات وهاني ما كانش ان شاء الله يا رب ان شاء الله 2008 راني نسجل ولا ما حظني الحظ من 2008 وربي ان شاء الله جنة من محظوظين عند ربي ان شاء الله وربي يسهل كل مؤمن ان شاء الله وربي ان شاء الله يوفق وربي يسهل والله لا يحرم منها مسلم ان شاء الله ما يمكنش نسجل كان السنه ما رقت في العام الاخر لا بدو العام هذاني فهمتني قول له العام هذا مسكينه شوف تحيا ولا تموت وعاد فهمت نقول له عاد عزوز كبير فهمت يرحم الله يوديك كل ما دريت كل عام نسجلني كان عام الاول ما سجلتش كل عام نسجل ها والسنة سجلت 20 سنة كيف كاين 70 سنة و75 أنا 75 سنة ما لحقتني شي عندي 14 سنة أنا المركي ربي إن شاء الله ربي النيات إن شاء الله ربي النيات تاعك تكون تفرى الحاجة ربي ربي ينوب عليك الحاج ربي هم يعيطوكم في الولاية الحاج 14 سنة وبقيتين 70 سنة الله يبارك فيك إن شاء الله تهجر
بيت انا اخر فين حنا ما قالش هي انا غالب انا عايزين من المفروض كانت بطايف والاوسع من الله يجبنا ب 40000 فوق هنا وناس قداش لقيتها طالعه ثم وجايه ب 40000 نجري من بلاصه لبلاصه شكرا ونشكروا الوالي تاعنا ونشكركم انتم اللي راكم عايشين معنا اكثر من تلفون واكثر من تنبير واكثر من راكم تعيشوا عيشه عطاب عبد الرزاق نكملوا تروحوا من هنا جابري ساجيه واحد نشوف خلص يا اخوي خلص نشوف الحمد لله شكرا واش نقول ولدي نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله راني في 12 عام ومدير لي في 12 عام دافعه في 12 عام وكل عام المركي في العام المركي والمركي انا والاخ نتاعي الحمد لله يا رب يعني نعمه خرجت انا والاخ نتاعي ماشي نعمه كامله الحمد لله الف 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 حمد وشكر يا ربي الف حمد وشكر لك يا ربي الف حمد وشكر لك يا ربي الحمد لله الحمد لله ولدي عمري ما يعني ما عمري ما حسيت بنعمه كما هذه في حياتي 65 عام عمري ما حسيت بنعمة كما هذه أكبر نعمة أكبر نعمة أكبر نعمة إلا بغاو يسجدوني الروح ولدي إلا بغاو يسهلوا لي إن شاء الله ربي يسهلوني ربي يسهل لي إن شاء الله ولدي ربي يسهل لهم يرضوني الحمد لله الحمد لله أول الحمد لله الحمد لله اليوم ابقي 18 عام وانا ندير التيراج اليوم راه ربي كتب انا والزوجه ان شاء الله غادي نمشيو نزورو مكه راني دافعه في 17 عام ودفعت في لامير ودفعت في الانترنت وكل عام راني نماركي وراني نبكي عليها بده معاه وما جاتنيش الله غالب لا اله الا الله محمد رسول الله الله يعجل رب العالمين يبين لي حقي أكريم. خالد نبينا زهري خولة ومعها زهري شقماق يحيى نجوى ومعها زرطان جعفر سنين وانا نسجل وانا نسجل كان مهبوله ونسجل في السباق هذا بعد قلت لهم هو قلت لهم نروح لعوين تلفون ونسجل جيت لعوين تلفون سجلتها وربي العزيز 16 سنه والله 16 من 2004 وانا الماركي حتى دوك عند وعدي واني الماركي وبالله ما كان والو نتمنى نوصل تما اللي تنموت جي 83 طون عندي 30 سنه وانا مركي ودرك ما تخرجش واللي في عمره 25 سنه وروح يخرج خطرتين ثلاثه يروح خطرات اربع خطرات في الحج واللي يوصل 83 سنه ما يروحش حتى نهار يموت